دوار ولرجم رجم رقم 28 قناوي 47 المدرب السيد فرانسيسكو شالو البرتغالي مدرب فريق بارادو أو أتيتيك بارادو ثلاثي التحكيم إذن سعيدي محمد حاج سعيد علي ميراوي زكريا والحكم الرابع بوشنب موسى ومحافظ اللقاء تهابي محمد رئيس رابطة تجيجل. إذن بالنسبة لفريق شبيبة القبائل دخلت بالتشكيلة التالية: صالحي في حراسة المرمى، صالحي رقم واحد، بليلي بل أمير بليلي، نعم، شوقي إلياس، تيجي بوعلي، سعدو بن بن خليفة طاهر، بن علجية، فخاسي، عبدو الفيستان، بن يوسف إلياس، أماوش قاسم. في الاحتياط هناك اللاعب ماسينيسا تفني، بالقسمي أيت عبد السلام، نفر النيجيري أوشي، سلامة حمرون، وبنبوط الحارس الثاني المدرب هو ديما الفرنسي، المدرب الفرنسي مدرب شبيبة القبائل اللي طبعا اليوم جمهورها رايح يسمع الحدث في ملعب أول نوفمبر. إن شاء الله نتمنى أن يكون اللقاء في روح رياضية، يدور في روح رياضية عالية بين الفريقين في هذه المواجهة. نذكر أنه اليوم أو الجولة الخامسة هذه لعبت أمس بعض المباريات، واليوم تلعب ما تبقى من الجولة يعني الخامسة. إذن فرانك ديما عنده حسابات، وفرانشيسكو شالو البرتغالي عنده حسابات اليوم في هذه المباراة. اللباس طبعا حتى نقول أنه الفريق النادي أتليتيك بارادو بلاعبين شبان اليوم يلعب ضد فريقه السابق اللاعب بن خليفة طاهر. خليفة طاهر واحد من أحسن اللاعبين في صفوف نادي بارادو أتليتيك. هذا الموسم يعني راه في شبيبة القبائل، شبيبة القبائل التي نقول تغيرت بشكل كبير جدا، يعني بليلي من شباب بن وزداد، شطي الياس، تيزي بوعلي، سعدو بن خليفة، القاسي بل فيه فيستو من البيرندي، وأمعوش قاسم هو من فريق الأمان نظن، دفني وبالقسمي أيت عبد السلام أحمد رقم 30 ونفور وشي من نيجيريا. إذن اليوم لقاء صعب وصعب جدا بالنسبة للفريقين، كل فريق عنده إمكانية باش يفوز بهذه المباراة، وخاصة أنه أمام جمهور غفير وغفير جدا. اليوم مصطفى نقول أن فريق شبيبة القبائل ربما الرجل الثاني عشر هو اليوم الجمهور اللي راح يساند فريقه بعد انطلاق المقابلة. إذن تنطلق في هذه اللحظات المباراة ولصالح شبيبة القبائل. لقطة في الدفاع ترجع لفريق الشبيبة في وسط الميدان، ثم محاولة الاحتفاظ بالكرة وانطلاقة، لكن هناك تدخل من دفاع نادي أتليتيك بارادو، ترجع الكرة هذه بل خطأ، في هناك خطأ، مساعد الحكم يعلن عن خطأ لفريق نادي أتليتيك بارادو ولصالح بوعبطة. نقول ما هو المعطيات الأولى، وما هي المعطيات الأولى مصطفى حول هذا اللقاء؟ نعم، المعطيات خاصة وأنه شبيبة القبائل يستقبل على أرض ميدانه، نظن أنه ما يغيرش كثير لما يلعب على أرض ميدانه. نظن أنه الفريق في بداية المباراة هذه بدأ المباراة ب 4-3-3 عكس نادي بارادو اللي في، انا نشوفه يعني خطه وكاين مرونه تكتيكيه تتغير
مع مرور بدون شك الوقت حتى التنشيط الدفاعي او الهجومي لنادي لشبيبه القبائل. نشوفوا ان نادي بارادو يلعب بربع مدافعين، ثلاث لاعبين في الوسط وثلاث لاعبين في الهجوم. اذن انطلاقه على الجهه اليسرى وتخرج الى التباس مباشره الى تباس صالح نادي اتلتيك بارادو، اللي قلت انه نادي من النوادي التي يحسب لها الف حساب في مع كل الفرق، لانه فريق يلعب بدون ضغط ويلعب يلعب كره نظيفه، يلعب كره يعني القصيره، الكرات القصيره، و ما عندوش ضغط يعني حتى يعني الانصار ما عندوش انصار، ولكن نظن ان الاداء نتاعو جيد دائما مع الفرق اللي يلعب لها. ومباشره في وسط الميدان كره لفريق شبيبه القبائل، ترجع للدفاع، ترجع مباشرة للدفاع، دفاع شبيبة القبائل عن طريق بن يوسف الياس، ثم للحارس صالحي عبد القادر. في ضغط عالي عبد الحفيظ من نادي بارادو على لاعبي شبيبة القبائل، ومحاولة منهم أن يسترجعوا الكرة في أقل وقت ممكن لكي ما يبدلوش مجهودات بدنية كبيرة. فعلا هو استرجاع الكرات بخفه ورشاقه وست امتار يقول لمساعد الحكم. اذا يعلن مساعد الحكم عن ست امتار لفريق شبيبه القبائل وللحارس صالح عبد القادر. اذا ترجع الكره لصالح الشبيبه، ترجع الكره لصالح شبيبه القبائل والحارس، ثم بهدوء ومحاوله الخروج بالكره من الشبيبه ناحيه وخطا فيه، هناك خطأ واضح، خطأ واضح، والنتيجة إذا تهم كثير الشبيبة وتهم كثير كذلك فريق نادي أتلتيك بارادو في مواجهة قلت أمام أنصار، الأنصار الحين يضغطوا على الشبيبة لأنه على عناصر الشبيبة على أنه الفريق لابد أنه يكون فيه نتيجة إيجابية فوق أرضية ميدانه، ولكن هذا طبعا مع كل تحفظ في هذه المباراة. إذا أماوش قاسم فعله، ترجع الكرة لفريق الشبيبة ثم يسترجعها في وسط الميدان بن خليفة، ترجع لبن خليفة ثم لبن يوسف، نعم طويلة، ثم سعدو يرجع هذه الكرة، سعدو يلعب كمدافع محوري في هذه المباراة، ثم ترجع لشبيبة القبائل، نعم في كرة على الجهة اليمنى ومحاولة التوغل على الجهة اليمنى، لأن لحد الآن ما شفناش الخطر يعني من الجانبين، هناك الكرة تمشي ولكن وسط الميدان، في وسط الميدان وبسرعة كبيرة، سواء من الشبيبة اللي تحاول أنها تكون خطيرة في هذه المباراة مع أقاسي وشطي، ثم الكرة ترجع لوسط الميدان دائما عن طريق الشبيبة، نعم ترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل، سعد نبيل رقم تسعة اللي يلعب كمدافع أيمن وليس في المحور، لأن في وسط الميدان طويلة، ثم دفاع نادي بارادو يخرج هذه الكرة عالية وتبقى الكرة لصالح أتلتيك بارادو، ثم التدخلات الكرة العالية هذه، ثم محاولة تنشيط الهجوم انطلاقا من وسط الميدان، لكن الحراسة الفردية المضروبة على كل لاعب من خاصة من نادي أتلتيك بارادو، ثم تسلل عودة من نعم. وضعية التسلل نعم. فعلا من نعيجي، نعيجي واضحة يعني نعم. واضحة، مساعد الحكم رفع رايته، شوف هاي نعم هاي العودة واضحة يعني الكرة واضحة جيدا كما ينبغي، وسعده طويلة الكرة في وسط الميدان، شوف تبادل كروي جيد بين عناصر نادي بارادو، انطلاقة سريعة لنادي بارادو عن طريق بن عياد، ثم تدخل من مرة تدخل الدفاع يخرجها للركلي، أحسن ما فعل اللاعب
أحسن ما فعل أمير بليلي. بليلي نعم، لأنه كان هو المدرب السيد دوما. طبعا في لوم، يعني لوم اللاعبين، لأنه التغطية هذا مدرب عبد الحفيظ تشالو. تشالو مدرب نادي بارادو، ويطلب من اللاعبين تاعو أنه يستحوذوا على الكرة ويمشوا بسرعة، لأنه المرتدات نادي بارادو الآن يعني دايرة خطورة على دفاع شبيب قابقة. نعم. وبوداوي، البوداوي هو اللي راح ينفذ هذه الركنية على يمين الحارس صالحي. الأمور راح تصعب كثير على الـ على الـ على شبيبة القبائل وكذلك على نادي بارادو، ولكن يعني درجة أكبر على شبيبة القبائل، لأن لاعبي نادي بارادو عندهم السرعة في التنفيذ، عندهم السرعة في عندهم تحكم في الكرة، يلعبوا يبدلوا يعني الـ الأماكن، فيه تغيير في الطريقة، حتى أنه الأداء نتاعهم يعني يتبدل بسرعة كبيرة، والقائم أيضا ثم إلى الركنية. توالت الركنيات وتوالى الخطر على مرمى الحارس صالحي. بليلي يخرج للمرة الثانية، يخرج الكرة هذه الصعبة لشبيبة القبائل ولنادي بارادو. بوداوي، بوداوي راح ينفذ هذه الركنية ربما في القائم الثاني، يبحث عن القائم الثاني، فعلا في القائم الثاني. طويلة محاولة، ولكن تدخل الدفاع، تدخل دفاع شبيبة القبائل يخرجها إلى الركنية الرابعة. أربع ركنيات على مرمى صالحي عبد القادر. أنا بوداوي في القائم الثاني إلى زكريا العجي اللي كان موجود دون مراقبة. يعني تتحير في بعض الأحيان كيفاش لاعب داخل منطقة الجزاء في ركنية دون مراقبة، يعني أشياء تحير بعد من الشيء. ومحاولة كذا خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه. وعبطة لعب بالمحور مباشرة، إلى لأنه طول قامته تسمح له باقتناص هذه الكرة العالية. كان هنا خروج غير موفق من صالحي. شوف خروج صالحي، خروج صالحي كان غير موفق، والتنفيذ ركنية من ريشي. نعم، شوف الكرة صعود بوعبطة ورأسيته لم تكن يعني بالكيفية اللازمة، إلا وكانت يعني في شباك الحارس. نعم، يعني الصعوبة أصبحت أكثر من جانب نادي بارادو، لأنه يلعب كرة القصيرة، يحاول التمرير، شوف يوزع ويبحث عن المساحات الشغيرة على الجهات على الجهتين اليمنى واليسرى، وشوف يمد كرة ثم ينطلق بسرعة كالسهم. يعني اللاعب لاعبين ممتازين جدا، وترجع الكرة لفريق نادي بارادو. فيش خطأ الحكم، وبوداوي ترجع كرة لبن عياد. بن عياد وتدخل بصعوبة لصالح فريق شبيبة، ثم ترجع للشبيبة اللي تحاول الدخول بالكرة. لا، يبحثوا عن اللاعبين في الهجوم، يبحث عن اللاعب. لا، المدوي خرج، ما تعرفش من هو المدافع، من هو لاعب وسط الميدان، يعني لاعبين لعب جماعي يعني. اكيد اكيد نادي بارادو اللاعبين تاعو متكونين من كل النواحي. نظن انه اللاعب او حامل الكره تكون عنده عده حلول، لانه ومحاوله مصطفى صعبه 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 جدا، كانت من بلعجيه مد الكره يعني ارضيه. نشوف ولو الحق عليها في شطانه كان يكون فيها. نعم، في تاخر نوعا ما من هجوم شبيبة القبائل في الكره العرضيه هذه، والتمريره للاعب مهدي بن علجيه في القائم الاول. فعلا، والحلول اللي بقات على لفريق شبيبة القبائل انه لابد ان يلعب على الرباقين. نعم، اكيد اكيد عندهم الامكانيات لكي يوصلوا الى مرمى نادي بارادو، لكن لازم السرعه ماهوش التسرع. في هذه الخطأ هذه فيه تسرع. نعم، يعني السرعة مثل نادي بارادو. شوف كيفاش يعني بتمريرات قصيرة يغيروا الأجنحة. نعم، هاي الكرة العرضية ما
من مهدي بن علجيع للجهة اليسرى، يراوغ اللاعب اللي موجودة للجهة اليمنى اللاعب لوصيف، وتمريرته كانت في القائم الأول، لم يقرأ جيدا مهاجم فيستون مسار الكرة. إذن ترجع الكرة لفريق الشبيب في مستوى الدفاع، مستوى الدفاع فيه مرات على مستوى وسط الميدان، ولكن أغلبية الأوقات الكرة لفريق نادي بارك. في هذه المحاولة لصالح فريق شبيبة القبائل، شوف في راوغ، لكن في ثلث لاعبين جو أمام اللاعب، من المستحيل المرور، بل مر وتحصل على تناس يعني بصعوبة كبيرة. يعني أمعوش قاسم حب ربما يراوغ الأول والثاني، ولكن لاعبين يرجعوا بسرعة كبيرة، ثم فتحة مساوي صعبة الكرة إلى الست أمتار، ست أمتار لفريق نادي أتلتيك طرب. الحارس مساوي الكرات العالية ما تخوفوش كثير بصراحة، لأنه القامة بتاعه الطويلة تخليه يعني الكرات العالية ما تهموش يعني كثير، فيما تهمه الكرات الأرضية والتمريرات. ثم توزيعها على الجهة اليمنى في محاولة، نعم داخل منطقة العمليات، لا تسرع اللاعب، تسرع، لأنه كان من الأفضل أنه يكون اللاعب العيجي يظن على الصورة، هذا كان من الأفضل أنه يعني ما يتسرعش في هذه اللقطة. هنا الترويج الأول بعد انطلاق الكرة ما كانش في المستوى، لأنه اللاعب اللي كان موجود مع اللاعب اللي شاب الكرة اللاعب أعتقد ليكشي ترويج تاعو خرج، يعني كان دير ترويج بسرعة، لكن اللاعب تقريبا قرأ اللقطة و يعني دير عليها ضغط، والكرة خرجت إلى 6 أمتار. نظن أنه لقطات مثل هذه والسرعة تاع لاعبين تاع نادي بارادو في هذه 20 أو 22 دقيقة يعني أثرت نوعا ما على دفاع شبيبة القبائل. و شالو فرانسيسكو شالو البرتغالي مدرب فريق نادي بارادو يحاول يعني أنه يمد ملاحظات بعد توقف المباراة، طبعا نظرا للحرارة الشديدة اللي مصطفى، حرارة كبيرة جدا، وحتى أنه فيه بصراحة نظن رطوبة عالية، فيها رطوبة رطوبة نعم فيه رطوبة عالية بملعب تيزي وزو، والأمور هذه خلت اللاعبين نوعا ما يتحملوا عبء كبير، عبء العطش والمحاولة هذه. شوف كيف تمرير يعني تربيط الكرة بسهولة، يعني شيء من السهولة، ما فيش يعني أمور يعني في تعود، يعني اللاعبين متعودين يلعبوا مع بعضهم البعض، هذا شيء أكيد، وفي أوتوماتيزمات ما بين اللاعبين، يعني بنظرة واحدة اللاعب اللي حامل الكرة عنده معلومة أنه لاعبين آخرين موجودين بدون مراقبة، أنه يعطيهم يسلم لهم الكرة في أحسن الظروف. اللقطة مثل هذه يعني توري لك أنه اللاعبين تاع نادي بارادو عندهم يعني وقت كبير انه يدربوا يعني في نفس يعني الوقت، وكذلك يعني يلعبوا لمده طويله ما بينهم بعضهم البعض. إذن الكره لصالح شبيبة القبائل، طويله في وسط الميدان، يوقفها اللاعب ثم يمد الكره او يبحث عن بن علجية، يبحث عن اللاعب المتحرر من المراقبه، يحاول مراوغة، نعم واحد اثنين دخول منطقة العمليات، لا في حامل الكرة يعني صعب الحال عليه باش يمشي للأمام، لأنه فيه توزع اللاعبين يعني تاع فريق نادي أتلتيك بارادو بطريقة جيدة في هذه المباراة. ذكرنا فريق شبيبة القبائل يحتل حاليا طبعا المرتبة تعويا، لأنه عنده مقابلة
فاز بها، فاز بمباراة. نعم، وعنده تعادل، عنده أربع نقاط. نعم، أربع نقاط. عفوا، شباب القبائل عنده ست نقاط في أربع مباريات. أربع مباريات، وفريق نادي بارادو بأربع نقاط. بارادو عنده ست نقاط. ست نقاط، نعم، هو الآخر ست نقاط. إذن المباراة لصالح، أو الكرة لصالح فريق الشبيبة، في محاولة ترجع الكرة، ترجع للدفاع، دفاع شبيبة القبائل دائما في وسط الميدان، ثم الكرة تمر لفريق الشبيبة اللي حاول، لكن ضاعت الكرة هذه، وخطأ على بودوي، خطأ واضح، خطأ واضح جدا. فريق الشبيبة ثم فريق نادي بارادو عن طريق بوداوي رقم 34، مر عليه كل الكرات، كل الكرات تمشي لبوداوي رقم 34 في محاولة من بن عياد، وخطأ، خطأ على بن عياد، تدخل من بقوة على بن عياد، الخطأ طبعا واضح، لا خطأ واضح. نادي بارادو يتحكم أكثر في الكرة ويلعب على المرتدات. نظن أنه نادي بارادو 26 دقيقة أو 27 دقيقة الأولى كان أكثر خطورة على دفاع شبيبة القبائل. ثم كرة من لصالح الشبيبة، لصالح الشبيبة اللي لحد الآن يبحث عن المعالم داخل أرضية الميدان، ولكن لا شيء لحد الآن. نقول أن الكرات ضاعت كثير، على خاصة على الجهة اليمنى ضاعت كثير الكرات في وسط الميدان، فيه بعض الأوقات يعني التحكم في الكرة، ولكن على مستوى الهجوم ما فيش يعني الخطر على مستوى هجوم شبيبة القبائل. ثم الكرة ترجع لنادي بارادو، ثم مرة أخرى اللاعب يستنجد وعبطه ب مساوي طويلة، ثم ترجع لشبيبة القبائل في وسط الميدان، انطلاقة داخل منطقة العمليات ومساوي. شوف التوزيعة كانت ذكية، ولكن مساوي كان أسرع من اللاعب فيستون، كان أسرع. شوف التوزيعة. نعم، كانت هنا رؤية جيدة من لاعب يوبا وقاسي في هذه اللقطة هذه، لكن نظن أنه تأخر نوعا ما اللاعب فيستون في هذه اللقطة هذه، رغم وقراءة جيدة من الحارس مساوي لخرج كمدافع في هذه اللقطة هذه. ثم كرة طويلة من مصباح، محاولة، محاولة لفريق لعب للشبيبة، وخطأ، خطأ لصالح فريق شبيبة القبائل بعد ارتكب نعيجي الخطأ. نعم، ارتكب الخطأ، وإذن للحارس، الحارس صالحي، الكرة مباشرة لفريق شبيبة القبائل اللي حاول أنه يلعب انطلاقا من الدفاع، ولكن لحد الآن ما شفناش يعني الكثير من شبيبة القبائل، توزيع ومحاولة اللعب الجماعي، ولكن في بعض الأحيان ما تكونش الكرة مصوبة أو موزعة كما ينبغي في وسط الميدان. نعم، على الجهة اليمنى لطويلة وللحارس مساوي، ركنية خرجت. نعم، ركنية. نعم، نعم، فيه انتشار جيد من لاعبي بارادو لما يكونوا يدافعوا، يعني يدافعوا ككتلة وما يتركوش مساحات للاعبي شبيبة القبائل، حتى حامل الكرة من نادي من شبيبة القبائل ما عندوش حلول كثيرة. إذن ركنية، ركنية لصالح فريق شبيبة القبائل، وفي القائم الأيمن يدخل الدفاع، ثم تبقى لصالح فريق الشبيبة، لا يسترجعها فريق نادي بارادو، وينطلق انطلاقة سريعة نادي بارادو، مليحة
لهذا الانطلاقة فيه على الجهة اليمنى، لا يفضل وسط الميدان، يرجع هذه الكرة من وسط الميدان لنادي بارادو على الجهة اليمنى. شوف توزيع الكرات كيف يكون بذكاء وبرزانة كبيرة، وحتى أنه فيه يعني كل الكرات توزع كما ينبغي، ما فيش يعني كرات تضيع بسهولة هكذا. وانطلاقة لصالح الشبيبة، انطلاقة فيستون داخل منطقة العمليات، فيه خطأ، فيه خطأ، فيه خطأ، فيه دفع، فيه دفع من فيستون على مدافع، فيه دفع من اللاعب بوشينا، يستعمل الحيلة فيستون. شوف الدفع، شوف الدفع، نعم في هناك يعني دفع واضح. نعم لو الكرة ربما اللاعب لو كان يعني ذكي نوعا ما خلي الكرة تضرب في الأرض ممكن، لكن كانت متابعة من بوشينا، متابعة جيدة. نعم كانت متابعة جيدة من بوشينا، كان في الصراع مع اللاعب فيستون، كان قادر أنه يأخذ الكرة قبل ما يعني يستلمها اللاعب فيستون. فعلا اللاعب بوشينا اللي كان ذكي يعني خلاه يرتكب الخطأ، وترجع الكرة لصالح نادي بارادو، طويلة طويلة مباشرة للحارس الصالحي، للحارس الصالحي، ثم ترجع لفريق شبيبة القبائل على الجهة اليمنى. الكرات ما تمرش بسرعة من جانب الشبيبة على عكس فريق نادي بارادو، وترجع مباشرة من الدفاع ناحية الحارس، ناحية الحارس الصالحي ليبحث عن الكرات الطويلة في فيستون، لكن هناك الدفاع المتألق لحد الآن بقيادة بعبطاء من نادي بارادو، ثم كرة لصالح فريق شبيبة القبائل. تباطؤ نوعا ما، تباطؤ في توزيع الكرات، هذه ضاعت، وخطأ، خطأ لصالح الشبيبة، خطأ لصالح الشبيبة ولصالح اللاعب بن يوسف، لأن الكرة لبن خليفة، ترجع الكرة مباشرة لدفاع شبيبة القبائل، البحث عن اللاعب على الجهة اليسرى اللي هو مهدي بن علجية، ما خرجتش الكرة، إذن راح ينطلق على الجهة اليسرى، يستعمل السرعة كثير، ولكن أمام اثنين من اللاعبين ما ضاعتش، بل ضاع، بل في هناك تماس لصالح فريق شبيبة القبائل. نعم تماس للشبيبة، وترجع في وسط الميدان لشبيبة القبائل، دائما فتحة على الجهة اليسرى، والبحث عن الثغرات، محاولة طويلة بعيدة كثير، بعيدة كثير هذه الكرة، يعني اللاعب ربما كان نيته أنه يوزع الكرة، ولكن توزيعها كانت بعيدة، بعيدة كثير، بعيدة كثير عن مرمى الحارس موسوي. إذن لحد الآن نقول لنا مرت 33 أو 34 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين نادي بارادو وشبيبة القبائل، ما فيش يعني أشياء أو أشياء خطيرة يعني شفناها في هذه 35 دقيقة اللي مرت، فيش ما عدا طبعا المحاولة الخطيرة من جانب فريق نادي بارادو اللي كان صالحي وراء طبعا أو تألق صالحي في إخراج الكرة إلى الركنية، وإلا الأمور يعني كانت عادية جدا. لا عدا اللقطتين عبد الحفيظ، اللقطة الأولى التي أخرجها صالحي، والركنية برأسية أبو عبطة وخروج صالحي غير موفق، غير موفق. نعم عدا هذه اللقطتين ما شفناش أشياء تذكر. إذن الخطأ لصالح نادي بارادو، الخطأ لنادي بارادو، الكرة ما هيش بعيدة كثير عن مرمى الحارس الصالحي، البحث عن مجموعة من اللاعبين، صعود الجميع، حتى اللاعب طويل القامة هذا أبو عبطة، اللاعب محور اللي صعد هو الآخر للأمام، وفيستون يخرج الكرة هذه،
رجع لي مع زملائه طبعا حتى يتفاداوا الاخطاء الدفاعيه. وانطلاقه من فيستون، انطلاقه من فيستون، يمد الكره هذه خطا، كان في خطا واضح هذا الخطا يعني. الخطا لشبيبه القبائل، نعم في خطا على لاعب مهدي بلالجيه، والكره ستنفذ من مخليفه او لا احد اللاعبين لاعبي وقاسي نعم، يعني فيه لاعبين مختصين في تنفيذ من اوقاسي، اوقاسي يوبا في تنفيذ هذه او الكره الثابته، هذه كره ثابته من اوقاسي وتدخل وعبطة، ثم يوقفها بوداوي. بوداوي يرجع حقيقه لاعب متكامل يعني، يقول بصراحه لانه يصعد للهجوم، يصعد لوسط الميدان، يدافع ويهاجم ويمرر كرات جيده لبن عياد وزملائه. اذا يلعب بطريقه يعني نقول طريقه جيده جدا. نعم بودامي وبوشينا، ثم الكرة لصالح فريق نادي بارادو في وسط الميدان. بوداوي يستقبل كل الكرات، بوداوي تمر عليه تقريبا الكرات كاملة، وترجع الكرة لفريق دائما فريق نادي بارادو، بل تسرع نوعا ما. وهناك بوعبطة وفيستا، يتفوق فيستا وانطلاقة لمن لبن علجية، لا تسرعنا بن علجية، كان الأحسن أنه يروض الكرة ويدخل يعني ربما كان مازال له مدافع واحد، نعم. يتخلص من المدافع بمراوغة. شفنا مهدي بن علجية هذه قوة التوغل، لكن هنا في هذه اللقطة هذه تسرع نوعا ما، مد الكرة بسرعة بتسرع وترجع الكرة لنادي بارادو، ثم في وسط الميدان يوقفها بن يوسف، انطلاقة نعم لصالح فريق شبيبه القبائل. بن علجيه من هناك، ثم يبحث عن من تسديده، ليه طيب يعني طيب هذه الكره يعني حتى العمليه كانت مليحه يعني، حتى انه سدد وكانت عاليه، ولكن يعني نيه اللاعب كانت ربما في التسديد، لو كانت يعني نصف عاليه كانت تشكل خطوره. نعم اكيد التسديدات من بعيد قد تكون حل من الحلول، خاصة سرعة المدافعين وذكاء مدافعين بوشينا وكذلك اللاعب بوعبطة. نعم نظن التسديدات من بعيد مثل اللي سددها مهدي بن علجي لكن ما كانتش مؤطرة قد تكون يعني حل للوصول الى المرمى. نعم حل من الحلول بالنسبة لشبيبة القبائل، و ترجع الكرة للدفاع ثم للحارس صالحي، للحارس صالحي اللي يبحث عن لاعب متحرر على الجهة اليسرى. نعم مد هذه الكرة ومن علجية بحث عن، نعم كرة مليحة مدها مليح كما يلزم، وفيستون ثم بن علجية، كان فيه تبادل كروي بين بن علجية وفيستون، ولكن في اخر المطاف ضاعت الكره هذه وترجع لصالح نادي بارادو، ثم توقيفها على الجهه اليمنى وانطلاقها من نادي بارادو، بل يحاول انه يرجع بفريق شبيبه القبائل. شوف الاعاده فقط يعني كانت كي هنا عمل يعني، نعم كانت كي هنا في ستون، هنا خرج من المراقبة ودارك أنه بن علجية اللي كان هو يعني صاحب الكرة الأولى لبن يوسف، نظن أنه كورته كانت مقطوعة من مهاجم أو مدافع بوعبطة وقراءة جيدة للكرة، لكن نظن أنه لقطات مثل هذه تقدر تكون خطيرة. توغل داخل منطقة العمليات صالحي، توغل داخل منطقة العمليات من نادي، كان هذا من بوزوخ، نعم وجود، ولكن كان في وضعيه تسلل نظن، ما كانش وضعيه تسلل، اللاعب رفع الرايه، اللاعب ساهم في الكره هاي اللقطه.
هاي اللقطه، شوف اللاعب اللي موجود على الجهه اليمنى يعني اثر، نعم اثر على اللقطه، اثر على اللقطه والحكم كان قريب، نعم ورفع رايته، نعم يعني بداعي فيه التسلل. في وضعيه تسلل، اذا وضعيه تسلل، و نقول مرت بسلام على الحارس صالحي، لانه لو مر يعني ما كانش اللعب، ولكن صالحي كان قراءه جيده هذه الكره، وعرف كيف يعني الارتماء تاعو كانت على الكره، وكان وراء طبعا انقاذ الشبيبه من خطر الهدف. محاوله إذن لفريق شبيبه القبائل، هالمحاولات كلها على الجهه اليسرى من جهه اللاعب بالعلجيه، وراء لفريق نادي بارادو، خرجها اللاعب. هنا في اللقطه هذه كان خطا بين بوشينا، يعني هاي وضعيه تسلل عبد الحفيظ، هاي وضعيه تسلل. نعم شوف، نعم واضح اللاعب، يعني كان في وضعيه تسلل. اللاعب اعتقد انه زكريا النعيجي اثر على في هذه الكره هذه، والحكم كان قريب على اللقطه. نعم، حتى خروج صالحي كان في وقته، ويعني تمكن انه يسترجع الكره. وهذه قوه الحارس صالحي ربما، نقول يعني حتى باش يمروا عليه يعني اللاعبين بسهوله، ماهوش لانه خروجه في كل مره موفق. اكيد صالحي لحد الان 42 دقيقه، وشفنا لقطتين او ثلاثه من جانب نادي بارادو كان يعني بالمرصاد لحد الان. نعم، اذا الكره لنادي بارادو لكن تضيع وترجع لشبيبه القبائل. الشبيبه تبحث عن الحلول ولكن لم تجد لحد الان حل سهل، يعني لان الامور صعبه جدا امام نادي بارادو، اللي يلعب بكتله ويلعب بطريقه جماعيه، وهذا يأثر طبعا على مردود فريق شبيبة القبائل من الناحية، يعني حتى من ناحية الاحتفاظ بالكرة. وخطأ، هناك خطأ من بوداوي، خطأ على من بوداوي، والكرة لصالح فريق شبيبة القبائل من خليفة طاهر، وتنطلق الكرة أيضا للشبيبة. شوف المراوغة الأولى ثم محاولة التوغل داخل منطقة العمليات، مليحة 1-2، لكن كيف مرر للاعب فيستون، لاعب كان يعني ربما متحرر من المراقبة، كان واحد من لاعبي شبيبة القبائل متحرر من المراقبة، ومهدي بن علجية مد كرة للاعب اللي كان محصور يعني بين لاعبين، ثلاث لاعبين أو مدافعين اثنين، يعني كان في وضعية ماشي سهلة للمرور. ومساوي، إذا مساوي ترجع الكرة لبعبطة، وعبطة هذا اللاعب الشاب اللي عنده إمكانيات كبيرة، ومباشرة للدفاع. الكرات من جانب الشبيبة، نقول لنا ربع ساعة هذا ربما وعشر دقائق أخيرة هذه من الشوط الثاني، كان فيه كرات خطيرة، ولكن بقية في البداية كانت الكرات خطأ. نعم، في دفع من بليلي. بليلي كان الأحسن أنه شوف الدفع عبد الحفيظ، نظن مسك اللاعب. شوف الدفع، شوف نعم. شوف الدفع، نعم دفع واضح، وقام امام مرأة حكم حكم تماس. نعم، بقت اقل من دقيقه، بعض الثواني فقط، و النتيجه 0-0. طبعا 0-0، الشوط الثاني 45 دقيقه القادمه ستكون صعبه جدا مصطفى.
نعم أكيد أكيد. أنا شفنا الشوط الأول خاصة في 20 دقيقة الأولى بدأت المباراة بقوة من جانب نادي بارادو، لكن في هذه 15 دقيقة شبيبة القبائل استرجعت نوعا ما من الأنفاس تاعها ومن القوة تاعها، وكانت عندها بعض الفرص لولا يعني تسرع في بعض الأحيان من اللاعبين وحتى المهاجمين، لكن نظن أنه يعني الشوط الأول على مرحلتين، مرحلة لنادي بارادو ومرحلة الأخرى لشبيبة القبائل. الكرة طويلة والحكم صعيدي نظن ما راحش يطول كثير باش يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين شبيبة القبائل ونادي بارادو. المحاولة لصالح الشبيبة والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل كما قلت 0-0 بين فريق نادي بارادو وفريق شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. طبعا مباراة قلت أنها تكون صعبة جدا في بداية المباراة، قلنا أن المباراة عندها يعني طابع خاص نوعا ما، أنه فريق الشبيبة لابد أنه يحاول أنه يربح يفوز بهذه المقابلة، وفريق نادي بارادو ما يحاول أنه يرجع على الأقل بالتعادل. وشوف الإعادة، هاي شوف إعادة ومحاولة المدافعين وإخراج الكرة 4 مرات أو 5 مرات للتماس في خلال يعني خلال بعض الدقائق، يعني لأنه هناك كان فيه الضغط، يعني الإمكانيات تاع اللاعبين تاع نادي بارادو ضغطه، ولما يكون الضغط تكون فيه المخالفات تكون فيه الركنيات. ومهدي بن علجيش وكيف مرر هذه الكرة في ستا ما فهمش اللقطة هذه كما ينبغي وخلى الأمور يعني ربما متعادلة والنتيجة يعني 0-0. ومحاولات أخرى من جانب شبيبة القبائل، ولكن هو رحو تحية لسليمان رحو ومحاولة لفريق نادي بارادو. شوف كيف الانطلاقات تبدأ يعني من وسط الميدان و ما فيش يعني نقول تسرع، فيه الكرات يعني يتحكموا جيدا في الكرات، يتحكموا كما ينبغي لاعبي البارادو ونادي بارادو يتحكموا في المباراة كما ينبغي، يعني الشوط أول تحكموا كما ينبغي، وحتى في الدفاع يعني في وسط الدفاع مع أبو عبطة ما هوش سهل باش تمر على أبو عبطة، من المستحيل. وهذا العمل الثنائي بين بن علجية مهدي اللي نقول الخطورة تاعه هو في التوغل على الجهة اليسرى خاصة والتوغل داخل منطقة العملية. أكيد شفنا الشوط الأول على مرحلتين كما كنت نقول، هذه اللقطة من بن عياد إلى زكريا نعيجي، نعم زكريا نعيجي هداف البطولة بـ4 أهداف. شوف هنا يا تمرير ومحاولة من لاعب رقم 8 مليشي، لكن هنا تسديدة اللاعب رقم 8 بوداوي يخرجها الحارس الصالحي اللي كان مركز في هذه اللقطة. هذه هناك نفس الشيء، زكريا نعيجي على الجهة اليمنى لكن تغطية جيدة وإخراج الكرة إلى الركنية من بالليلي، هنا الركنية وخروج غير موفق من عبد القادر صالحي، وهنا كذلك المدافع أبو عبطة اللي ما صعدش كما ينبغي، والتايمينج ما كانش يعني تايمينج جيد. مهدي بن علجية كرة عرضية وتأخر مهاجم فيستو، يعني ما كانش هنا نقول مصطفى ربما الأمور يعني اللي نوعا ما تخص شبيبة القبائل أنه فيه نقص في المتابعة في الهجوم. أكيد أكيد ما فيش كثافة عددية داخل منطقة نعم العدد الجزاء. يعني ما هوش كافي العدد، ما هوش كافي، والعدد فريق البارادو عدد كبير، شفنا باحتساب الحارس عندهم على الأقل 5 لاعبين داخل البوكس، داخل البوكس باش يدافعوا، حتى
فيه لاعبين أو ثلاثة ليرجعوا في الكرات الثانية. نظن أن الكتلة يعني نتكلم على الكتلة الدفاعية يعني كتلة في بعض الأحيان يلعبوا كتلة منخفضة ويلعبوا على المرتدات يعتمدوا على سرعة النعيجي وكذلك بن عياد، وفي طريقة دفاعية الفريق تقريبا يدافع بكتلة واحدة يعني ما فيش ما يتركوش مساحات. شفنا في بعض الأحيان لاعبين تاع شبكة القبائل وجدوا صعوبات لوصول إلى مرمى نادي بارادو. حتى لما يكون فيه تمرير فيه يعني مراقبة، يعني المراقبة دائما فيه واحد لاعب من الخلف، يعني يكونوا ثلاثة ولكن الرابع يكون يعني متواجد في قريب من الحارس، قريب من الحارس. هذا بالنسبة لفريق نادي بارادو. شبيبة القبائل في دفاعها نظن عانت الكثير، لأنه المعاناة هذه نظن المعاناة هذه جاية من عبء المباراة، لأنه تحملوا عبء المباراة. ها هنا فريق البارادو يعني ضيع كرة، ضيع هدف لولا يعني التدخل موفق لصالحي. حقيقة نقول أنه هنا يعني ضيع كرة على فريق نادي بارادو، كرة هدف يعني واضحة جدا. ثم بوعبطة كذلك ضيع، لو عرف كيف يعني رأسية عرف كيف يركن الكرة داخل يعني الإطار لكان يكون هدف. وفريق الشبيبة شوف نادي بارادو في شيء، شوف في لاعبين على اللاعب واحد، يعني فيه لاعب يمشي للمهاجم ولاعب يغطي حتى من الخلف، فيه لاعبين موجودين في التغطية. نظن أنه هذا دفاع أو المنظومة الدفاعية متماسكة لحد الآن، خاصة من جانب نادي بارادو لاسترجاع الكرة بقوة يعني بكتلة واحدة. فيه تضامن من جانب نادي بارادو من جانب لاعبين نادي بارادو. شوف هذا لاعب ممتاز، لاعب بوزوك، لاعب رقم 26، ولكن شوف رغم التواجد يعني الجمهور والضغط الرهيب اللي بالنسبة لفريق نادي بارادو، لأنه ولكن يعني عامل الجمهور ما عمل ولا شيء بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. نعم الجمهور يدير في دوره كما ينبغي، يعني كاين واحد هنا ولا كاين يعني الناس اللي راهم دايرين في دورهم هو الجمهور. الجمهور يعني ساند فريقه وباقي يساند في فريقه حتى في الأوقات الصعبة. نظن أنه مشكل شبيبة القبائل خاصة وأنه الفريق يعني لاعب ربع مباريات مسجل ربع أهداف وتلقى هدفين. نظن بعملية حسابية يعني هجوم متوسط، ولو أنه المهاجم فيستون اللاعب لحد الآن مسجل عدد الأهداف الكامل تقريبا الكامل لجانب شبيبة القبائل. لاعب فيستون عنده إمكانيات كبيرة، لاعب يتحرك كثير، يبحث على مساحات، يبحث على فراغات، لكن نظن ما عندوش كرات اللي تقدر توضعه في ظروف جيدة. لكن نظن أنه شبيبة القبائل عليه أنه يعتمد كذلك على الكتفة العددية داخل البوكس، داخل على البوكس يعني صعود في بعض الأحيان بن يوسف بن خليفة لمساندة الهجوم تاعهم، خاصة استرجاع الكرات الثانية. نعم وفعلا ربما نقول في هناك في يعني دكة الاحتياط فيه تفني، فيه بن قاسمي غلاس، فيه أيت عبد السلام، فيه أوتشي نفر أوتشي هذا نيجيري، وسلامة سلامة وحمران حمرون. نعم هل نعم. يعني فيه هناك هذا نفور هذا اللاعب هجومي نعم نيجيريا، فيه بعض يعني الحلول في دكة احتياط. نظن انه نعم. المدرب فرانك ديما عنده حلول،
عنده حلول في دك التحتيات، فيه لاعبين اللي عندهم السرعه، فيه لاعبين اللي عندهم الرؤيه يشوفوا اللعب مليح مثل اللاعب طافني، كذلك اللاعب اوتشي اللي عنده كذلك سرعه سلامه، حتى اللاعب حمرون عنده السرعه ويقدر ان يكون لاعبين من اللاعبين اللي يدخلوا في الشوط الثاني. حقيقة حتى فريق نادي بارادو يعني فيه هناك موالي 45، فيه كذلك مزياني، فيه ترقان، فيه دوار، فيه رجم، وفيه قناوي، من لاعبين شبان كذلك في الاحتياط، نظن عندهم الإمكانيات لقول الكلمة في هذه المباراة. أكيد حقيقة دكة احتياط لنادي بارادو في لاعبين ممتازين، على غرار اللاعب مزياني اللي يمتاز كذلك بالسرعة، وكذلك اللاعب عنده إمكانيات لاعب فني، كذلك اللاعب رجم، كذلك لاعب رقم 28 اللي يلعب مليح يمشي مليح إلى الأمام، ولاعب من الناحية الفنية عنده إمكانيات، كذلك لاعب زرقان آدم اللي نعرفوه، اللاعب لعب في صنف أقل من 19 سنة، لاعب ابن لاعب مليك زرقان، نعم، اللي عنده إمكانيات، كذلك لاعب وسط ميدان بنية مورفولوجية جيدة، عنده رؤية جيدة للكرة. نظن أنه في دكة احتياط نادي بارادو عنده بدائل، والمدرب يقدر في أي لحظة أنه يغير من خطة تكتيكية لنادي بارادو. فعلا مصطفى أنت محق في هذه التحليل هذا، لأن يعني الفريق اللي عنده لاعبين شبان ويؤديوا في دورهم كما ينبغي، ولعبوا مبارياتهم لما يعني المباريات اللي لعبت ولعبها فريق نادي بارادو، كل المباريات ما كانش سهله يعني بالنسبه للفرق اللي لعبت مع البارادو. لا اكيد شفنا المباراه مولوديه الجزائر مع نادي بارادو، وين نادي بارادو كان بمثابه الفريق اللي وصل عده مرات الى المرمى وأدى مباراة كبيرة، خرج بنتيجة التعادل، كذلك المباراة أمام شباب الوزداد وين تعادل، بالرغم من أنه تعادل لكن خلق عدة فرص أمام فريق شباب الوزداد اللي كان كذلك فريق أدى مباراة كبيرة في المستوى، في المباراة الأخيرة مع المدية اللي فاز فيها بنتيجة عريضة. نظن أنه فريق يعني يصعد بقوة في هذه المباريات، وهذا في بداية هذه المنافسة. نظن أن مع مرور الجولات راح نشوفوا نادي بارادو أحسن بلاعبين شبان، ولاعبين يعني قل ما نشوفهم يسجلوا أهداف عن طريق كرة ثابتة. المهم أن أي فريق يلعب أمام نادي بارادو راح يوجد صعوبات كبيرة، وإذا كان فريق يعني هش من ناحية الدفاعية راح يتلقى أهداف كثيرة، لأنه فريق نادي بارادو فوز بالنتيجة العريضة، كل مرة يفوز مرات ب3-0 ب4-1، يعني فريق اللي عنده الإمكانيات تاع اللاعبين اللي يعني اللي سجلوا الأهداف، يعني هذا يبقى سر نجاح هذا الفريق نادي أتلتيك بارادو. لكن عبد الحفيظ، نعم، الأهداف اللي حد الآن في الخمس مباريات أو الأربع مباريات الأولى لنادي بارادو، الفريق مسجل إلا خمس أهداف، وأربعة منها مسجلة من لاعب واحد اللي هو زكريا نعيجي. نظن أنه نحن في بداية المشوار، والفريق يعني يتغير في بعض الأحيان، ذهاب عدة لاعبين مثل بن خليفة، كذلك اللاعب بن يوسف اللي مشى في الميركاتو السابق، الملالي، يعني فيه تغييرات داخل تشكيلة نادي بارادو، لكن هذا لا يؤثر على المردود الجماعي للفريق. فعلا، ولكن أنا نظن حتى لو يعني نشاهد يعني فرديا يؤديوا في مباريات
بالمستوى الكبير، وجماعيا نفس الشيء، يعني الأداء نتاعهم في جماعيا وفرديا رائع يعني. نعم أكيد، الأداء رائع. لكن دون أن ننسى فريق شبيبة القبائل لحد الآن، لنشوفوا التشكيلة الأساسية اللي تغيرت بنسبة كبيرة، أي بنسبة تقريبا 50% أو أكثر. نقولوا أنه عاد لاعبين الموسم الماضي اليوم تيزي بوعلي سعدو وقاسي وكذلك شتي بن علجية وبن يوسف اللي جاء يعني في فترة الميركاتو، أن اللاعبين الآخرين تغيروا حتى الطاقم الفني. نظن أنه مع مرور الوقت راح نشوفوا شبيبة القبائل أحسن مردود، ولاعبين راح يعني يصعد المستوى تاعهم على غرار اللاعب فيستون اللي يعني صراحة لاعب ذو إمكانيات قادر أنه يعني يسجل أهداف كثيرة لهجوم شبيبة القبائل. يعني والشبيبة معروفة يعني شبيبة يعني منذ زمان، يعني لما كان يعني في اللاعبين الأفارقة يعني يلعبوا لصالح فريق شبيبة القبائل، يعني كان فيه لاعبين ممتازين على غرار دابو على غرار اللاعب، يعني لاعبين كثيرين يعني مروا على شبيبة القبائل، يعني من اللاعبين الأفارقة الممتازين من الفرق يعني الإفريقية. و ظن لحد الآن ما شفناش دخول اللاعب النيجيري أوتي هذا، ما شفناش بعض اللاعبين اللي راهم في الاحتياط، ولكن لما نشوف التغييرات، طبعا التغييرات راح تكون تكتيكية أو فنية، هذه يعود للمدرب، يعود للنظرة تاع المدرب والنقص اللي متواجد في على أي خط موجود. يعني ظن المدرب هو على علم وعلى علم أحسن منا وش يخص في الفريق. أعتقد أنه اللاعب مثل رزقي حمرون، اللاعب اللي عنده السرعة، مهاجم لا بأس به، أعتقد أنه راح يكون في الشوط الثاني مثل اللاعب النيجيري لاعب أوتشي. نظن أنه شبيبة القبائل اللي حتى الآن تتسرع كثير، خاصة في وسط الميدان في بعض الأحيان يضيعوا كرات، ومفيش قلت لك مساندة من وسط الميدان لما تكون الكرة يعني في بوكس نادي بارادو. يعني شفنا عدد قليل من لاعبي شبيبة القبائل داخل منطقة الجزاء أو داخل بوكس دفاع نادي بارادو، وهذا في بعض الأحيان يؤثر بعض من الشيء على الهجوم، على وصول الفريق إلى المرمى، خاصة بعد ما لاعبي نادي بارادو يخرجوا الكره، يعني ما يتابعوش لاعبين شبيبة القبائل الكره وما يلعبوش الكره الثانيه، لانه اليوم الكره الثانيه مهمه لتسجيل اهداف لخلق الفرص للانديه وللمنتخبات. اذن مصطفى، عوده اللاعبين الى ارضيه الميدان طبعا بعد الراحه، وخاصه نذكر انه ربما يعني بداية من الآن يعني نلعب على تحت الأضواء الكاشفة في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، ظن لو يعني الحرارة تنقص شوية نوعا ما، تنقص الحرارة راح يكون الأداء أحسن من الجانبين، يعني من جانب نادي بارادو ومن جانب شبيبة القبائل، لأن الشوط الأول يعني لعبوه يعني أدوه اللاعبين في حقيقة في وضع أو في ظروف حرارة وظروف أكيد صبنا حرارة يعني كبيرة هنا في ملعب أو نظام بتيزي وزو. لكن نظن أنه كذلك أرضية الميدان مع شوشبة اصطناعيين يعني صراحة تؤثر على المردود وكذلك سلبا على اللاعبين، أنه كرة القدم تلعب على العشب الطبيعي، وراح نشوفه في العشب الطبيعي يعني أشياء أحسن بكثير من اللي راح نشوفها لحد الآن. إذن سنعود بكم سيدتي ونسي سادتي، ونعود بكم إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، واللقاء لقاء نادي أتلتيك
طردوا أمام شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من المحترف الأول الجزائري موبيليس. إذن تركنا النتيجة في الشوط الأول كما شاهدتم على المباشر، طبعا صفر مقابل صفر رغم بعض المحاولات خاصة من نادي بارادو، إلا أن النتيجة بقيت على حالها صفر مقابل صفر، ما فيش تغيير لحد الآن، ظن نفس اللاعبين في شطي، فيه إذن شبيبة القبائل صالحي، بليلي، شطي، تيزي بوحلي، سادو، بن خليفة، بن علجية، أوقاسي، يوبا، فيستون عبدول، بن يوسف الياس، وأماوش قاسم في احتياط تفني بالقاسمي أيد عبد السلام أحمد. وانطلاق الشوط الثاني، إذن نفور أوتشي وسلامة وحمرون، في طبعا المدرب السيد فرانك ديما الفرنسي مدرب شبيبة القبائل. بالنسبة لفريق فريق نادي بارادو، فيه مساوي في حراس المرمى، هيثم لصيف رقم 18 21، شريطية صبري 6، بوشينا 22، أبو عبطة 15، سبح رقم 36 أو 34، بوداوي 8، مريشي 24، نعيتشي 9، بن عياد 25، بوزوق في الاحتياط فراحي الحارس الثاني، موالي ومزياني، زرقان، دوار، تهامي محمد بل لا عفوا رجم، وقناوي المدرب البرتغالي السيد شالو فرانسيسكو. حكام هذا اللقاء السيد سعيدي محمد الحكم الفيدرالي، يساعده كل من حاج سعيد علي وميراوي زكريا، والحكم الرابع بوشنب موسى، ومحافظ اللقاء السيد تهامي محمد رئيس رابطة جيجل لكرة القدم. إذن في هذا اللقاء قلت في الجولة الخامسة من دوري المحترف الأول موبيليس الجزائري، إذن محاولة لصالح فريق نادي بارادو ومباشرة إلى فريق شبيبة القبائل اللي تحصل على التماس. كرة لصالح الشبيبة تصطدم ببوداوي، بوداوي اللي يلعب كرأس حربة في بعض الأحيان في وسط الميدان في الدفاع، يعني في كل مرة نجدوه في مكان يعني مختلف على يعني على المكان اللي ما عندوش مكان أصلي، مثلا قال هذا اللاعب وسط ميدان، بل يلعب يعني في أي مكان، يعني متعدد الخدمات. إذن الكرة لبن عياد طويلة وانطلاقة لفريق نادي بارادو تخرج إلى التماس. خرجت إلى التماس كان هذا من اللاعب رقم 26 اللي هو بوزوق، ثم بن علجية، انطلاقة سريعة في محاولة لصالح فريق شبيبة القبائل، والخطأ يرتكب من فيستون، لما ما تلقاش الحلول الكثيرة فيستون أصبح يعني يرتكب مخالفات كثيرة. شوف خطأ يعني كان واضح، خطأ واضح من فيستو على ميسيباح اللي يتحول يعني في هذه اللقطة هذه وتمكن أنه يسترجع الكرة ويسترجع الكرة عن طريق الخطأ. من الشوط الثاني 45 دقيقة ثانية راح ما تكونش سهلة أبدا، لا على فريق شبيبة القبائل ولا على فريق نادي بارادو. الشبيبة تحاول أنها تفوز بهذا اللقاء حتى يكون فيه هناك طبعا رد إيجابي ربما من اللاعبين ورد إيجابي من الأنصار، وفريق النادي بارادو يحاول أنه يرجع بنتيجة كذلك إيجابية لتخليه في المسار أمام أو مع المجموعة اللي تتنافس على الأماكن الأولى. إذن كرة لصالح فريق نادي بارادو، صدو نعم ترجح لبوداوي، بوداوي لكن هناك دفاع شبيبة القبائل ويتحصل على ضربة التماس لفريق الشبيبة.
ثم فيستان ضاعت من الكره، يضيع بطريقه سهله جدا. ثم ترجع كره لصالح شبيبه القبائل. لاح الكره هذه محاوله لفريق الشبيبه وخطا. إذن تفني هو اللي راح يدخل، أو إذن الكرة اللي كان فيه هناك خطأ، وحمرون إذن هو اللي راح يدخل في مكان من سنعرف بعد قليل. إذن حمرون هذا راح المفروض مصطفى حمرون راح يدخل مكان أماوش. نعم المفروض أماوش يخرج ويدخل حمرون، يعني لتعزيز خط الهجوم. ويلعب طبعا فريق شبيبة القبائل لحد الآن يلعب، قلت على الكرات الرواقين، ولكن ما وجدش يعني الضالة تاعو أمام فريق نادي بارد. نعم دفاع منظم، يعني الفريق كله منظم ويتحولوا يعني بسرعة عندما يضيعوا الكرة للاعبين نادي بارد وما يتركوش مساحات. هذا ما يخلي أنه حامل الكرة من شبيبة القبائل يجد عدة صعوبات، أو جماعيا يوجد صعوبات للاحتفاظ بالكرة. نعم إذن الكرة لصالح الشبيبة وسط الميدان. شوف ضاعت الكرة من الشبيبة وتنطلق الكرة لصالح نادي بارادو. شوف توقيف هذه الكرة، لكن مرة أخرى في تسرع من جانب نادي بارادو، ثم كرة للشبيبة القبائل يسترجعها يعني بسرعة بودوي في هذه الكرة الخطيرة جدا والمحاولة. والصالحي كان بالمرصاد الحارس الصالحي ينقذ مرمى شبيبة القبائل في ثالث تدخل موفق. الكرة لبن علجية، بن علجية على الجهة اليسرى يحاول التوغل والمراوغة، فعلا يبحث عن فيستان، لكن تغطية جيدة من فيستان وتبقى الكرة لصالح بل البارادو يرجع هذه الكرة. نادي بارادو ودفاعه منظم كما ينبغي يسترجع هذه الكرة ثم يسترجعها مرة أخرى لصالح فريق الشبيبة. لشبيبة القبائل لأنها اصطدمت بأحد اللاعبين، وشوف الكرة لولا يعني التدخل من صالحي توزيعها من بوداوي. إذن التغيير الأول في صفوف شبيبة القبائل. إذن يخرج أماوش ودخول حمرون. نعم ويدخل اللاعب حمرون. إذن أول تغيير في صفوف شبيبة القبائل، والمحاولة لصالح الشبيبة داخل منطقة العمليات ضاعت وخطأ في تمويه. الحكم يقول لا، نظن انذار للاعب شبيبه القبائل. هنا فيه حاول تمويه، محاوله الحكم. نعم محاوله منهم مغالطه الحكم في هذه اللقطه، لكن سوف نرى اللقطه من جديد. 27 نعم شوف هو أوقاسي. لا ما فيش خطا تماما، والحكم يعطيه الانذار. نعم ينذر اللاعب، تلقى البطاقة الصفراء لأنه ما كانش هناك ما فيش خطأ. يعني ارتمى. نعم ارتماعة اللاعب يعني لوحده ويستحق البطاقة الصفراء. ارتماء أو فيه المغالطة، يعني اللاعب حاول أنه يغالط الحكم في هذه اللقطة هذه. شوف يعني ما لمش رجل اللاعب بتاتا، إذا هو قاسي جوبا يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه المباراة. سعدو يخرج الكرة إلى التباس ثم ترجع لبوزوق بوشينا، ثم
مليحة داخل منطقة العيجي في هذه المحاولة، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع، تصطدم الكرة بالدفاع ثم تصطدم باللعب. أخطاء كثيرة ترتكب على مستوى الدفاع. إذن ها هي أمعوش قاسم يخرج ويدخل حبرون مكان أمعوش كما كان متوقع. عبد الحفيظ، نعم قلت هذا يعني كان متوقع أن اللاعب اللي موجود على الجهة اليمنى، اللي كان موجود على الجهة اليمنى اللاعب أمعوش، ودخول اللاعب حمرون. الأداء يعني ربما يتغير بدخول اللاعب حمرون، في انتظار طبعا تغييرات أخرى من جانب نادي بارادو أو شبيبة القبائل، وانطلاقة لصالح الشبيبة في توزيع الكرة على الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات ناحية فيستون، وترجع الكرة لنادي بارادو ثم يسترجعها فريق شبيبة القبائل، ونادي بارادو في استرجاع يعني حارين اللعب كما يقال، لاعبي بارادو نادي بارادو يسترجعوا الكرة بأي طريقة ويخرجوا الكرة بأي طريقة على أن حتى يتفادوا الأخطاء الدفاعية، وانطلاقة لفريق شبيبة القبائل، فتبقى لنادي بارادو ثم ترجع وليحة لصالح شبيبة القبائل، محاولة يعني تسديدة ولكن لم تؤثر على للحارس مساوي للدفاع. الكرة لصالح نادي بارادو، وخطأ، خطأ صادو الحكم قريب من اللقطة، كان قريب من اللقطة و نعم نعم هنا كان فيه احتكاك، فيه نعم خطأ، احتسب الخطأ نعم من أوقاسي على اللاعب لاعب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله
لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. يدخل اللاعب رقم 28 من نادي بارادو أرجم، اللي هو أرجم. أرجم 28، إذن طويلة، خروج من ريشي ودخول أرجم، وتعود الكرة لبن علجية. بن علجية فيه انطلاقة سريعة لمن، لكن هناك مع الكرات هذه يعني ما هيش مدروسة كما ينبغي، حتى توزيعات النصف عالي هذه ما هيش في صالح شريدة القبائل، وترجع لصالح اللاعب نادي بارادو، ثم التماس، تماس لنادي بارادو. حقيقة لعب ممتاز من جانب نادي بارادو. إذن يخرج فيستون، يخرج فيستون، يدخل رقم 18. إذن شبيبة القبائل التغيير الثاني. و الحكم يعلن عن هذا. شوف فيها الخطأ، يعني لا، في خطأ، في خطأ، في خطأ، نعم، في خطأ من لاعب رقم 18 بالقاسم، يدخل يعني نعم في هذا التواني على لاعب وسط ميدان نادي بارادو، لكن لأنه اللاعب المس بالقاسم رج، نعم المس قاسم غلس، نعم. وكرة إذن مباشرة، كرة ثابتة، كرة ثابتة ولصالح فريق نادي بارادو، دائما عن طريق اللاعب رقم 21. للكرة الثابتة هذه كل تقريب من صبري شريطية، لا طويلة، ثم يسترجعها دفاع شبيبة القبائل، ثم مهدي بن علجية، محاولة لفريق الشبيبة على الجهة اليسرى، مليحة الكرة هذه، لا تخرج، تخرج إلى التباس، تخرج الكرة، ثم فيه تغيير ثاني، فيه تغيير ثاني، يدخل رقم 10 مزياني، مزياني، ويخرج رقم 26 بوزوق، نعم بوزوق هو اللي يخرج، ثم يدخل مزياني. إذن بوزوق يخرج، مزياني طيب يدخل المباراة في الدقيقة 62 من عمر المقابلة. كرة الشبيبة ثم انطلاقة، ترجع الكرة للدفاع، طويلة، صعدوا بن علجية، بن علجية في هربة، لكن ضاعت منه الكرة لأنه الكرة كانت طويلة، ما لحقش عليها، ثم انطلاقة وتصطدم الكرة باللاعب، أو اصطدام، هناك في خطأ من لاعب نادي بارادو، ترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل، ومحاولة التوغل في منطقة العمليات على الجهة اليمنى، انطلاقة بسرعة، سرعة، فيه محاولة، ثم محاولة المراوغة، صعبة هذه الكرة لبن علجية، بن علجية في محاولة، وتبقى لصالح فريق شبيبة القبائل، والخطأ، كرة ثابتة، كرة ثابتة وصعبة في منطقة حساسة كثير هذه الكرة، بعد الخطأ على بن خليفة، بن خليفة، نعم الخطأ على بن خليفة، نظن كرة ثابتة راح تكون صعبة، صعبة جدا على الحارس مساوي، من سينفذ لا أعرف، ما أعرفش يعني اللاعبين اللي يمتازوا بتنفيذ هذه المخالفات أو الكرات الثابتة، في لاعب يوسف اللي سدد نعم يعني جيدا الكرات الثابتة،
نعم بن يوسف ممكن. بن يوسف هو اللي راح نعم. يسدد ربما هو يختار ربما ال لا تسجيلها تكون مباشرة مباشرة نعم, نعم. يختار مباشر جهة من 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 جهة النرمة يعني نرمة مساوي توفيق يعني راح تكون صعبة جدا على مساوي توفيق في هذه في 64 دقيقة من عمر المباراة. بن يوسف وتخرج ست أمتار تخرج ست أمتار منفذة كما ينبغي ولكن يعني خرجت خارج المرمى ماهيش في الإطار يعني ماهيش بعيدة كثير ولكن ماهيش في الإطار ماهيش بعيدة ماهيش بعيدة على المرمى وماهيش بعيدة على القائم. شوف عبد الحفيظ نعم. يعني اللاعب الرجل اليمنى رفع الكرة فوق الحائط البشري نعم. تمكن أنه يمرر الكرة على الحائط البشري لكن انظر الكرة فيها يعني كانت دائرية كثير نعم كانت يعني فيها صعوبة كبيرة وترجع الكرة لنادي بارد. نادي بارد يلعب بهدوء يمرر هذه الكرة طويلة لكن دفاع شبيبة القبائل يسترجعها ومحاولة صعبة وخطيرة والحارس يعني شوف منين وزع أو منين سدد هذه الكرة الصعبة مزياني شوف يعني شاف أنه الحارس خارج نوعا ما الكرة كانت مؤطرة عبد الحفيظ كانت في الإطار الكرة وإلى خارج الميدان إذن الشوط الثاني أحسن بكثير من الشوط الأول أحسن بكثير قول لأنه فيه نوع من التنافس فيه نحس باللي هناك تنافس من الـ من الـ بين اللاعبين يعني فيه الـ كل فريق يحاول أنه يخلق الفرص اللازمة والفرص الصعبة لنيل نقاط هذه المباراة ومحاولة لبوداوي بوداوي وقف هذه الكرة لمن لكن تصطدم بيد اللاعب الحكم كان قريب من اللقطة الحكم كان قريب من اللقطة وأعلن عن لمسة يد نعم يعني لمسة يد يعني واضحة يعني مقدم اليد من بالخليفة نعم نعم أكيد في هذه اللقطة هذه لكن نظن أنه المدرب مدرب نادي بارادو أدخل اللاعب مزياني على الجهة اليسرى نعم. ونعيجي في محور الهجوم واللاعب بن عياد على الجهة اليمنى يعني اللاعبين هذو في ثلاثة يعني غيروا المناصب يعني هاد اللاعبين يمتازوا بالقوة بالسرعة بدون شك اللاعبين اللي يلعبوا عندهم السرعة ومن دون شك راح يستعملهم لاعبين تاع الوسط الميدان حتى الدفاع بالكرات المرتدة والكرات يعني في عمق دفاع شبيبة القبائل نعم إذن صعود بعبطة صعود بعبطة صعود كل صعود مجموعة من اللاعبين القوة اثنين في الدفاع فقط اثنين مدافعين ومحاولة ثم تصطدم الكرة بالدفاع وتمشي لبن علجية بن علجية في خطأ خطأ عليه لا مش بن علجية بل لعب قلت نقاشي بالقاسمي غلاس القاسمي غلاس وإنذار البطاقة الصفراء لبوداوي نعم نعم لبوداوي هشام بوداوي هشام بوداوي هشام هو اللي تلقى البطاقة الصفراء لأنه التدخلات تاعو كثيرة في الشوط الأول وندروا يعني الحكم شفويين وانطلاقة لصالح فريق شبيبة القبائل على الجهة لمن لكن الكرة النصف عالية ما تمرش هذه على دفاع نادي أتليتيك بارادو يبقى فريق شبيبة يبحث عن يعني الثغرات فريق شبيبة يبحث عن الثغرات ويتحصل على ركنية يتحصل على ركنية وصعود المجموعة صعود مجموعة كبيرة تقريب كل لاعبين يبقى ربما يبقى واحد من اللاعبين أو اثنين يعني أمام واحد من اللاعبين يعني من المهاجمين اللي يبقى ثم تنفيذ الركنية هذه مساوي
ركنية أخرى. نعم ركنية ما فيش خطأ، ما فيش خطأ، يعني خطأ. كان فيه صعود اللاعب ومسها اللاعب، نعم مسها برأسي لاعب سعد دون أن يرتكب الخطأ مع الحارس المساوي اللي المساوي ما يمسكش الكرة، ما كانش عنده قراءة جيدة لمسار الكرة في هذه اللقطة هذه. نعم إذن إلى الركنية، ركنية لفريق شبيبة القبائل، ركنية منفذة كما ينبغي، راحت هذه الركنية ثم يحاول المتابعة مباشرة إلى الحارس المساوي. ما كانش فيه عدد كافي من المهاجمين اللي يخلق في تقطيب الرجل، نعم من دفاع الشبيبة. واضح واضح الخطأ، تقديم الرجل والكرة لمست يد اللاعب. إذن صفر مقابل صفر لحد الآن، احنا محروبين من هدف، يعني من أهداف. احنا ننتظر كثير دائما من المباريات أن تكون فيها أهداف، فيها محاولات خطيرة، فيها العارضة، فيها أشياء كثيرة، حتى المشاهدين الكرام يحبوا يشوفوا هذه الأشياء. ولكن لحد الآن نقول أن اللاعبين تمركز تاعهم في وسط الميدان، كل فريق متخوف من يعني رد الفعل السريع لأي فريق، ولذا راح تكون المباراة صعبة جدا. فيه محاولة لصالح فريق نادي بارادو، محاولة صعبة، تدخل الدفاع، وصالحي ينقذ الموقف، صالحي ينقذ الموقف لخامس مرة. والله صالحي يعني يقول لو نبدأ نتكلم على من انقذ يعني اليوم شبيبة القبائل هو الحارس. نعم على عدة مرات. نعم. الحارس صالحي يخرج هذه الكرة، هذه خروج تاعه موفق، كرة زكريا نعيجي. شوف محاولة لصالح فريق نادي بارادو، دخول منطقة العمليات إلى الركنية. لا 6 أمتار يقول الحكم سيد سعيدي، يقول 6 أمتار على مرتين. شوف زكريا نعيجي يسدد في الوهلة الأولى ثم المرة الثانية، لكن حضور دهني للحارس. نعم. صالحي في هذه اللقطة هذه، وتركيز كبير من هذا اللاعب ومن هذا الحارس. ولما الحارس يدخل المباراة يعني وينقذ يعني الموقف في مثل هذه الحالات، يعني يدخل المباراة خلاص، يعني قول انه ما بقاش فيه يعني بقاش فيه اخطاء يعني ترتكب، اخطاء يعني قول هكذا، اخطاء يعني ماهيش واضحة، خطأ. اللاعب رقم 8 بن خليفة، المتابعة مليحة داخل منطقة العمليات وإلى الحارس. تباطأ اللاعب، تباطأ كثير، ثم ترجع كرة لصالح نادي بارادو. بوداوي، بوداوي 1-2 مع بن عياد نظن، وتدخل، نعم تدخل من صادو. صادو في كل مرة التدخلات تاعو موفقة إلى حد بعيد، وترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل. صعبة هذه الكرة ولصالح نادي بارادو، وخطأ. نعم الخطأ، الخطأ، الكرة الثابتة الصعبة جدا في نادي بارادو، والمدرب شالو فرانسيسكو البرتغالي مدرب نادي بارادو. تحصل فريق نادي بارادو على مخالفة خطيرة جدا، خطيرة وخطيرة جدا. إذن راح تكون صعبة على الحارس صالحي وعلى دفاع فريق شبيبة القبائل. وصالحي يطلب من اللاعبين أنه يكون فيه الجدار منظم، عفوا منظم كما ينبغي، على أن يكون في المستوى. إذن شوف الكرة ما هيش سهلة، ما هيش سهلة أبدا على الحارس صالحي، خاصة أنه فيه هناك اللاعب رقم 22 بعبطة، وعبطة اللي ربما راح ينفذ المخالفة والكرة الثابتة مباشرة بقوة. أو واحد من اللاعبين نظن بوشينا
وشينا كذلك أمام الكرة هذه. من سينفذ هذه هذا الخطأ الصعب؟ وظن بوعبطة شوف بقوة ويتحصل على ركنية. ركنية لأنه لمسة الحائط البشري مكون من 5 لاعبين وكذلك حتى في التسديد. شوف عبد الحفيظ الحارس صحي كان في مسار الكرة، يعني الكرة لو مرت اصطدمت يعني باللعب. نعم كانت تقدر تخادع اللعب ممكن أكيد. كانت يعني لو لمست الركبة تاعه مثلا ومشت إلى المرمى راح تكون خطيرة. بوداوي بوداوي طويلة الحارس الحارس الخروج تاعه كان غير موفق. شوف صعبة جدا هذه الكرة، شوف لثاني مرة فريق شوف بوعبطة ثاني مرة ثاني مرة يضيع بوعبطة كرة يعني هدف. هذه يعني لقطة هدف، الكرة ترجع لشبيبة القبائل. الأداء يعني ما حبسوش اللاعبين يعني من منذ بداية المباراة، ولكن الـ يعني النتيجة الإيجابية ما جاتش يعني لأي فريق رغم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها اللاعبين فوق أرضية الميدان، لأن اللمسة الأخيرة خصت والهدف لأي فريق خص في هذه المباراة. كرة داخل أو في وسط الميدان ترجع كرة لفريق شبيبة القبائل ثم الخطأ للشبيبة. الخطأ لشبيبة القبائل دائماً عن طريق أقسم فيه لاعبين يعني كل لاعب يوسف لاعبين شبان تزيل عندهم إمكانيات وعندهم الخبرة عندهم يعني اللعب مفتوح ما فيش مشكل، ولكن محاولة ويخرجها دفاع فريق نادي بارادو ترجع لفريق شبيبة القبائل ثم استنجاد بصادو والحارس صالحي عذاري بهذه الكرة الصعبة ثم يرجعها صالحي. خبرة كبيرة للحارس ونقول لرزانة كبيرة كذلك يتمتع بها صالحي عبد القادر ثم انطلاقة من صادو. صادو وكرة لفريق شبيبة القبائل عن طريق مهدي بن علجية طبعا راح يستعمل المراوغة. ترجع كرة لبن خليفة محاولة داخل منطقة العمليات ثم الخطأ لصالح نادي بارادو ربما يكون في بطاقة. نعم فيه بطاقة فيه البطاقة من حمرون إلى حمرون عفوا بطاقة إلى حمرون تأخر في هذه اللقطة. هذه عبد الحفيظ شوف كان ارتكب خطأ على خطأ. رقم 11 نعم ارتكب خطأ. إن شاء الله سلامات على اللاعب يعني دقيقة لقد حوالي 14 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة، ولكن لحد الآن النتيجة متعادلة 0-0. لا شبيبة القبائل استطاعت أن تسجل ولا نادي بارادو وصل إلى مرمى الحارس صالحي عبد القادر، وتبقى النتيجة على حالها منذ الانطلاقة يعني كما انطلقت 0-0 ونتيجة لا تخدم الفريقين يعني نتيجة التعادل ما هيش في صالح الفريقين لا في صالح فريق شبيبة القبائل ولا فريق نادي بارادو. لا التعادل يخدم أكثر نادي بارادو اللي هو يلعب على خارج ميدان، ولكن نظن لو نشوفوا مجريات المباراة نقدر نقولوا أنه لا تخدم نادي بارادو لأنه ضيع عدة فرص، لكن شبيبة القبائل في هذه المباراة هذه ما نقولوش أنه شبيبة القبائل كان يعني قوي. نعم. لكن كان حاول بعض اللاعبين أنه يديروا الخطأ دخل تفني لعب وسط ميدان. نعم. إذن دخل تفني وخرج مكان أقاسي إذن أقاسي رقم 27 خرج وخلى مكانه لتفني، وتفني هذا ربما يمتاز بسرعة أو يعني بالطريقة الهجومية ما نعرفش عليه الكلام. لا لعب مهاري لعب طفلي يلعب في وسط الميدان لعب اللي يقدر يتحكم في الكرة وما يضيعش الكرة. نعم وانطلاقة لصالح شبيبة. شبيبة القبائل اليوم الخطأ انتحى الكبير
وأنها تلعب بعدد ناقص يعني في الهجوم. المحاولة لصالح بن عياد. بن عياد أمام اثنين من اللاعبين يتحصل على ركنية. الركنية نعم تحصل على ركنية. أدى المباراة في المستوى اللاعب بن عياد يعني تحرك كثير خلق كثير من الصعوبات خلق صعوبات كبيرة لولا يعني وجود صادو اللي تصدى لهذه الكرة كانت تمشي ناحية الحارس صالحي. طويلة الكرة صادو ومحاولة الخطأ في خطأ يرتكب الخطأ داخل منطقة العمليات داخل منطقة عمليات شباب القبائل. صالحي راح يمد كرة طويلة كثير ثم ترجع لنادي بارادو. الكرات كل هذه العالية في صالح نادي بارادو. والعيجي تخرج إلى خارج أرضية الميدان كرة لصالح نادي بارادو. نادي بارادو اللي يقول أنه أدى مباراة في المستوى يعني طيبة جدا ضيع عدة فرص للتهديف لقول أن لولا صالحي اللي كان يعني اليوم يكون في يومه لكان يكون فيه كانت فيه يعني أهداف لصالح فريق نادي بارادو. ثم فيه محاولة لبن علجية يحاول دخول منطقة العمليات. لا بن علجية أمامه اثنين من المدافعين اثنين أمام بن علجية قرأوا له يعني التدخل تاعه راح يكون. ومحاولة لصالح فريق نادي بارادو تسديدة بقوة لكن خارجة الإطار تماما وترجع لصالحي عبد القادر. اللاعبين ظهر بدا يظهر عليهم العيا لما تشوف اللاعبين يسقطوا حاليا من التوحك يعني في العضلات يعني اكيد حفيد في الشوط الاول كانت حارك كبيره هنا في تيزي وزو في ملعب راح يكون نوفمبر في تيزي وزو. الصعوبه تكمن هنا يعني لما اللاعبين يؤديوا المباراه يعني بقوه ويؤديوا يعني يمشيوا ويلعبوا يعني بسرعه هذا من دون شك راح يأثر على المردود تاع اللاعبين ويأثر حتى على يعني العضلات تاعهم. وحنا قلتها انت انه ارضيه الميدان المشوشبه الصناعيين تأثر كثير على اللاعبين يعني. اكيد ماهيش يعني مش تكون ارضيه مشوشبه طبيعيا اللاعبين ما يتعبوش هذا التعب. اكيد حتى في الحراره اليوم كانت حراره كبيره هنا في تيزي وزو. الحراره مع زيد الى ذلك ارضيه الميدان من دون شك اللاعبين يتاثروا من العشب الاصطناعي. نعم والكره لصالح شبيبه القبائل يعني حتى يعني المناطق يعني الشاغره ما فيش ابدا امام لاعبي شبيبه القبائل داخل منطقه العمليات. تباطا اللاعب بكثير تباطا بين اللاعب وعوده لاعبي البارادو ثم الشبيبه تسترجع هذه الكره ثم تحاول انها تنطلق من وسط الميدان لكن العدد قليل بالنسبه للاعبين المهاجمين يعني في المهاجمين عدد تاعهم قليل ولذلك يكون الصعوبه حتى باش تصل الى مرمى الحارس المساوي لابد انك تمر على هذا العدد الهائل البشري في دفاع نادي بارادو. مليحه هذه الكره وهدف لصالح فريق شبيبه القبائل هدف كان رائع وجميل بعد الفتحه على الجهه اليسرى من الحارس المساوي ويسجل اللاعب براسيه. من هو المسجل سنعرف بعد قليل وبعد ما نشوف هذه الفرحه الكبيره لانصار شبيبه القبائل اللي نقول احياهم هذا الهدف بعد شوف التسديده او التمريره وبن خليفه حمرون هو اللي سجل
الكره العرضيه من اللاعب امير بليلي في القائم الاول، هو اللي وزع عليه الكره. شوف القائم الاول عبد الحفيظ، القائم الاول واللاعب حمرون يعني براسيه متقاطعه، اي راسيه امتد ديكروازي في القائم الثاني، الحارس المساوي بقي يعني وقف ينظر في الكره. يعني هذه اللقطات وهذه الكرات الصعبه، هاي الكره، هاي الكره مشات على الجهه اليمنى لامير بليلي. شوف امير بليلي يرفع راسه، شاف اللاعب حمرون يطلب الكره في القائم الاول، وراسيه لا يعمل ولا شيء متقاطعه امتد ديكروازي القائم الثاني، ويسجل الهدف اللي كان منتظر من كل جماهير ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو. يعني صراحه الجمهور ولا اروع اليوم في تيزي وزو، رائع الجمهور طبعا، والهدف هذا كان ممتاز ورائع طبعا. احنا قلنا انه لا شبيبة القبائل ولا نادي بارادو استطاع ان يصل الى، ولكن هاي هو الهدف سجل على جزئيه، يعني جزئيات. نقول ان لولا هذه الكره يعني اللي اعطاها اللاعب ليلي لحيه حمرون وراسيه حمرون اللي ضربها في القائم الثاني لما كانت يعني الكره تكون خطيره. اذا بوداوي ويسترجع الدفاع. نعم عبد الحفيظ، قلنا انه لاعب حمرون كان في دكه الاحتياط، قلنا انه قادر يقدم اضافه، عنده سرعه، نعم، عنده امكانيات بدنيه كبيره. بعد ما دخل في مكان اللاعب اماوج، نعم، وحاول الى الركنيه يخرجها الدفاع من يوسف ثم بليلي، لا عفوا، والخطا يرتكب على بن علجية فعلا، وفيه تغيير، فيه تغيير ثاني او التغيير الاخير بالنسبه لفريق نادي بارادو، يدخل رقم 47. هاي الكرة، هاي الكرة العرضية، ولي لا الكرة الاستلام عملية رأسية. الهدف كان سجله اللاعب حمرون نعم. إذا كان برأسية بعد توزيعة من بليلي، حمرون يسجل هدف الوحيد لحد الآن لشبيبة القبائل. لن نعيش لحظات جيدة لفريق أو لأنصار شبيبة القبائل بعد هذا الهدف اللي تسجل في شبيبة القبائل عن طريق حمرون في الدقيقة 84، يعني 6 دقائق قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة. سجل في الدقيقة 41. الكرة لصالح نادي بارادو، استرجعها فريق نادي بارادو، طويلة من بوعبطة، طويلة محاولة لكن ضاعت هذه الكرة، ضاعت الكرة من جانب فريق نادي بارادو. إذن إلى التماس، تماس لشبيبة القبائل المتفوقة بهدف مقابل صفر، متفوقة منذ الدقيقة 84. إذن فرحة كبيرة للمدرب فرانك ديما، مدرب فريق وإندار، بطاقة صفراء لرقم 23 شطي، لأنه ضيع كثير وقت، ضيع الوقت. وإحنا نعيش الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، والمحاولة لصالح بوداوي طويلة، تدخل الدفاع، ترجع كرة خطيرة، ربما كرة مرتدة لفريق شبيبة القبائل، لكن يسترجعها فريق نادي بارادو، يرجع فريق نادي بارادو إلى دفاعه. نعم، مد الكرة لبوداوي، بوداوي شوف كيف رجع وصعد ويضيع الكرة لترجع لبهدي بن علجية، ثم توزيع بين رفقاء بن خليفة و
بن خليفة مباشرة لشطي ثم بن علجية في محاولة والحكم يقول خطأ. الحكم يقول خطأ لفريق شبيبة القبائل. يمشي الخطأ بسرعة ثم تمشي الكرة بسرعة كذلك من بن خليفة. بن خليفة يرجع مباشرة للحارس صالحي ثم يخرجها صالحي إلى التماس لأنه الكرة كانت خطيرة وما فيهاش يعني حل آخر. الدقيقة تقريب 90 ومحاولة ثم خروج موفق لدفاع شبيبة القبائل ويسترجعها فريق نادي بارادو في هذه المحاولة وتعديل النتيجة. لا، كاد فريق نادي بارادو أنه يعدل النتيجة لولا يعني مزياني هذا رقم 10. شوف كرة كانت ما مرتش بعيد كرة مزياني بالرجل اليسرى وكان يعني الزاوية الزاوية فارغة يعني هذه الزاوية بكتش أكيد الزاوية البعيدة. نعم. كاد أنه بكرة متقاطعة كرة يعني كروازي إلى القائم الثاني أنه يسجل هدف التعادل. نعم. كان قريبة على هدف التعادل يعني تقريبا. نقول أن فريق نادي بارادو كان بإمكانه أنه يعدل النتيجة. إذن الكرة احنا نعيش 4 دقائق الوقت البدل الضائع. 4 دقائق البدل الوقت الضائع نظرا طبعا لتوقف المقابلة في بعض الأحيان وكذلك التغييرات من جانبين من الفريقين. كرة طويلة وتدخل المهاجم من وخطأ في خطأ في تقديم الرجل من جانب المدافع مدافع نادي بارادو. الحكم السيد سعيد سعيد محمد يعلن عن خطأ تقديم الرجل. هاو تقديم الرجل عبد الحفيظ. نعم خطأ يعني واضح. نعم من المدافع رقم 12 لاعب الوصيف. نعم هيثم الوصيف. نعم شاب من شبان نادي بارادو اللي حقيقة قدم مباراة كبيرة. لاعب رقم 12 لاعب الوصيف يعني نقول أن فريق شبيبة القبائل كان عنده حظ كبير لما سجل الهدف لأنه بليلي رفع الكرة وحمرون كان برأسيته يعني ضرب برأسية في القائم الثاني. الحارس مساوي كان بعيد صعب عليه أنه يتحكم في هذه الكرة وتسجل الهدف الوحيد لفريق شبيبة القبائل. نقول الوحيد طبعا بكل تحفظ لأن المقابلة ما زالت تلعب والمخالفة راح تكون من تنفيذ بن علجية أو حمرون. علجية هو اللي سدد الكرة هذه لكن 6 أمتار خارج الإطار لم تنفذ كما ينبغي. شوف خرجت الإطار يعني بتاع المرمى وتبقى الفرحة كبيرة لأنصار شبيبة القبائل بالهدف الوحيد المسجل في الدقيقة 84 وكرة تخرج إلى التماسي صالح فريق شبيبة القبائل. الحكم يطلب من اللاعب الإسراع في تنفيذ من شطي تنفيذ التماس ثم كرة لصالح شبيبة القبائل حمرون وفيه خطأ كان هناك خطأ على المدافع كان فيه مسك للمدافع. إذن فقط الفرصة الأخيرة في 30 ثانية الأخيرة مساوي مد كرة طويلة ناحية الهجوم وتدخل من وصالحي وكاد يسجل هدف التعادل. كاد نادي بارادو أنه يعدل النتيجة لولا وجود صالحي في هذه اللقطة هذه. شوف الصراع ثنائي نعيجي هذا تغلب عليه
اللاعب حقيقة تكلم على المدافع ساعده صالحي لو نتكلم اليوم نقول هو رجل المقابلة. أكيد أكيد محاولة طويلة وبين أحضان الحارس صالحي لأنه الكرة كانت راح نشوف الإعادة والإنذار لأحد اللاعبين لاعبي نادي بارادو. طبعا بعد الاحتجاج شوف تنفيذ الركنية واصطدام الكرة ولكن هيا هيكل قسمي شكرا لك مع الإخوة الفنيين. الكرة ما دخلت الكرة ما مرتش بتاتا على يعني خط مرتش على الخط حتى لو اللاعبين يعني يحتجوا على ضربة الجزاء اللاعب بن يوسف لم يلمس الكرة. نعم إذن لكن الحارس صالحي العلامة الكاملة اليوم للحارس صالحي عبد القادر الذي كان رجل المقابلة دون منازع والحكم السيد صعيدي يعلن عن نهاية المباراة بتفوق شبيبة القبائل في الدقيقة 84 من إمضاء اللاعب حمرون بعد رأسية جيدة لصالح فريق شبيبة القبائل على حساب نادي بارادو للعب مباراة وضيع فرص عديدة للتهديف ضيع الفوز في ملعب أول نوفمبر. حقيقة نادي بارادو يستحق على الأقل يستحق التعادل في هذه المباراة. لكن أكيد أكيد عبد الحفيظ المباراة هي مباراة كرة قدم. شفنا نادي بارادو خلق عدة فرص لولا وجود دفاع وكذلك الحارس صالحي. نظن أنه نتيجة الفوز بهدف مقابل صفر ما نقولوش بنتيجة غير مستحقة لشبيبة القبائل لكن بالعكس لأنه يعني لاعبين بدلوا مجهودات كبيرة وهنيئا لشبيبة القبائل. شكرا للفرقة التقنية.